صديقة أم المؤمنين حضرت خديجة قربة إلى الله. السلام عليك يا زوجة رسول الله سيد المرسلين، السلام عليك يا زوجة نبي الله خاتم النبيين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهرة، السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين، السلام عليك يا أم الأئمة الطاهرين، السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا أم المؤمنات، السلام عليك يا خالصة المخلصات، السلام عليك يا سيدة الحرم وملكة البطحاء، السلام عليك يا أول من صدقت برسول الله من النساء، السلام عليك يا من وفت بالعبودية حق الوفاء وأسلمت نفسها وأنفقت مالها لسيد الأنبياء، السلام عليك يا قرينة حبيب إله السماء المزوجة بخلاصة الأصفياء. یہ لفظ ہے خلاصہ، خالصہ غلط چھپ گیا. المزوجة بخلاصة الأصفياء يا بنت إبراهيم الخليل، السلام عليك يا حافظة دين الله، السلام عليك يا ناصرة رسول الله، السلام عليك يا من تولى دفنها رسول الله صلى الله عليه ورحمة الله وبركاته. آپ پہ ہمارا سلام، اے رسول خدا کی زوجہ، اے خاتم النبیین کی زوجہ، اے فاطمہ زہرہ کی ماں، اے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار کی ماں، اے ائمہ طاہرین کی ماں، اے مومنین اور مومنات کی ماں، اے حرم کی ملکہ، اے مکہ کی سردار، اے وہ خاتون جنہوں نے رسول خدا کی سب سے پہلے تصدیق کی، جنہوں نے حق وفا ادا کیا، اپنے آپ کو اور اپنے مال کو رسول خدا کے حوالے کیا. اے زمین و آسمان کے پروردگار کے حبیب کی ساتھی، اے ابراہیم خلیل کی بیٹی، اے دین خدا کی حفاظت کرنے والی، اے رسول خدا کی مدد کرنے والی، اے وہ ذات جن کو رسول نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، آپ پہ ہمارا سلام.